كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد فهي امتحان اختبار لهم هل ينجح في الاختبار أو لا رأى نعمة الله دا الله سبحانه وتعالى بان فضل ما أخي نعم ربقات كي جيكا دعب الساوت ورطيه ملك نعم ربقات تابو كي جي جمعه ركعات كيف ننجح في الاختبار أولا قبل أن تأتي النعمة قبل مثلا أنت تريد مال الآن قبل أن يأتي المال ماذا تصنع تتعلق بالله لا بغيره تطلب من الله لا من غيره الجنة تطلب من من؟ تطلب من الله سبحانه وتعالى. ولا تطلب من غير الله. لماذا؟ لأن الجنة يملكها الله سبحانه وتعالى. أيضا الرزق كذلك لا يملكه إلا الله. بعض الناس هدانا الله إياه يطلب يقول مثلا الحكام أخذوا أموالنا ضيعنا أنا أطلب من الوزير أنا أطلب من التاجر يعطيني مال لماذا لا يعطيني منوخلا نبيدا قد بات بانترا سمبات قد ها نه نجو سبال نه من أمنا نجو نه من أمنا نجو قد هذا الذي يطلب من الوزير من التاجر يفكر أن الوزير لو يتعرف عليه ويعطي الأموال هذا تعلق بغير الله هذا رسب في الاختبار الأول ثم الاختبار الثاني إذا جاءت النعمة الله سبحانه وتعالى أعطاك الأموال ماذا تصنع؟ بنتمك لتبيك الله سبحانه وتعالى بنتضل نعمة أجين بشنو نبينه تاجين ترتفعين لابد أن تشكر هذه النعم جين جنبك ترتفع أكون نعمة لي بالقلب نخنجد إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فيها من الله جين ترتفع جو ترتفع ثا أوي دا جين بنتضل كي أمبي الله سبحانه وتعالى تشكر بلسانك جين أكون نعمدار من أين لك هذه الأموال؟ تقول هذا من فضل ربي الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم علي. نبي لك يسوع تعالى جمع ربع تراب ريجا تلا سمارني ما بينا جنتا الله كجينة أكنم الله كجينة بربين ما تبوكنم. تشكر بالجوارح بأن تصرف هذه النقود مثلا في طاعة الله ولا تنفقها في المعصية. جن أكن دعائي كان دعين يوم ترى سبحان الله سبحانه وتعالى بتحتين أجين جين تجاي تجاي ريكا جمعي تكنم لودا الله برا